السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام. كيف ما وعدتكم يعني ندير لكم فيديو على لواحد المرض اللي كيقيس يعني الورقة ديال الخوخ، ماشي غير الخوخ، الخوت برقوق يعني المشماش المنتوجات الفلاحية كاملة كتصاب غالبا بهذا المرض. هذا الخوت، هذا المرض سميتو لاكلوك. اليوم احنا كنتخيطيو يعني كنداويو به، كنداويو هالخوت يعني كيقيسنا الورقة، ويلا الورقة بدات تبان يعني قبل ما ينتشر لنا المرض احنا الخوت تنداويوه. وكتشوفوا الطريقة، الخوت معنا الطريقة كيفاش غادي نداويو الخوت، هي بهاد لي بيزيوز هادو اللي كتشوفوا قدامكم. ولان الخوت غير الضبابة يعني ما يكونش لا بريسيون، يعني ما يكونش عنده بريسيون، لانه يعني غادي يضر بسميتو الخوت يعني بالزهرة غادي تطيح لينا الا كانت البريسيون كبيرة، يعني غير ديك الضبابة فقط. تفهمنا الخوت يعني؟ وانا غادي تشوفوا معنا دابا الخوت يعني المرض اللي كنداويوه، اللي كي قلت لكم اللي كيقيس لينا يعني الورقة. وهاد المرض هذا عنده علاقة بالورقة في، هانتوما الخوت كتشوفوا يعني الورقة مازال يلاه كيخرجات وهي تصابت بهذا المرض هذا. وحنا كنخوت غادي نداويوها بواحد الدواء يعني كيما قلت لكم مبيد يعني فطري. السمية ديالو الخوت هو تيراميك، يعني مبيد فطري بالملامسة، يحتوي على 80% من تيرام على شكل مسحوق قابل للذوبان في الماء. الخوت التيراميك ذو فعالية يعني طويلة، عنده فعالية طويلة المدى على عدة أمراض طفيلية التي تصيب المنتوجات الفلاحية. التيراميك ذو فعالية طويلة المدى على عدة أمراض طفيلية التي تصيب المنتوجات الفلاحية. وهالمرض قدامكم الخوت كيف كتشوفوا باين، هذا هو المرض اللي كنت خطيه اليوم إن شاء الله. والدواء يعني ولو الموبيد اللي استعملنا، أنا غادي نحط لكم الخوت كل شيء ان شاء الله، يعني لا دوز الكميه اللي استعملنا يعني في صندوق الوصف ولا في اول كومونتير، راح نحط لكم في اول كومونتير ان شاء الله. هانتوما الخوت كيف كتشوفوا في الورقه كيفاش كتقاس، يعني كتبرم كتشوه الورقه، الورقه يا الخوت انتما كتشوفوا يعني كتضربها في الجانب ديالها وفي الوسط. ولا ما كانتش الورقه يعني في صحه جيده، الخوت من طبيعه الحال حتى الشجره ما غاداش تكون في صحه جيده. وغالبا حنا كنستعملوا يعني زونغري تحفيزيه الخوت، اللي كت زونغري تحفيزيه بالنسبه للخوخ، يعني زونغري فوليير لي زونغري فوليير. ولا كانت يعني الاوراق في غير صحه جيده ما غاديش تكون الشجره اصلا في صحه جيده. لهذا الخوت لازم تستعملوا هذا المبيد هذا للحفاظ على صحه الاشجار ديالكم الخوت. وهذا المبيد هذا الخوت راه عنده يعني ماشي بالضروره انك تخيطي به غير الخوخ، يعني المشماش كما قلت لكم، البرقوق، يعني جميع اشجار يعني الفواكه، جميع الفواكه وحتى الخضروات الى عندكم بحال هذا الشكل ديال هذا المرض هذا. والخوت هذا هو الفيديو ديال اليوم، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا فيديو اخر وان شاء الله يكون غير الخير، ونبقى معكم ان شاء الله. اي حاجه دارت، اي حاجه درناها غادي نشاركها معكم حتى الوقت ديال الجنيه الخوت ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونخليكم الخوت يعني تشوفوا هذا المرض هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.